مساء النور. ايه ده؟ يبدا كلامنا بسلامنا، يطوف على السامعين معنا. والمعنى في بطن الشاعر. اولا لاقي على الفستان قوي، عجبتك؟ ده بابونج غليها. تمام، ولو حسيتي باي تعب في اي لحظه ترتاحي على الاخر. ده لاسع بجد. تمام، ميرسي يا حبيبي. ميرسي. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. انا معاكي جدا في كل اللي قلتيه. ميرسي. الحمد لله. ما نسيتي وكلام فاضي، احنا فاضيين. قريتي روميو وجولييت قبل كده؟ حلوه القصه. انا بالنسبه لي بقراها كتير جدا جدا جدا. تمام. بجد؟ تمام. كوميديا موت. كوميديا موت. واقفه. ايه اكتر حاجه بتضحكني؟ هو طالع على الشجره بقى وبتاع. دي اكتر حته بتضحكك. مخبول ضايع. البلكونه وقعت فوق دماغه. يا عم ده راجل ضايع. صح؟ صح؟ وفي الاخر تتسم وبتاع وهو يروح وتصحى تاني وبتاع. طب اشتغلته. طب لو ما كانتش قتلت نفسها. صح؟ عبيط. عبيط. والله لو ركزت في المعنى هتلاقي يعني في الكنافه خالص. بذمتك. الزمن ده في وقت الحب والنحنحه؟ لا، هو مفيش وقت طبعا. الله ينور عليك. صح كده. صح كده. انت كده صح. انت بقى انا عايز اسالك سؤال. بس قبل ما تستطرد كده. جواب ليه انا؟ لا، دي ورقه بتاعت واحد حبيبي. بس انا احب اقرا الحاجات دي. بموت من الضحك. بموت من الضحك. لا لا، دي يعني شويه نصايح من واحد عاقل زيك كده. يا خساره. بس انت شكلك اعقل. الناس يبقى جواب رومانسي موت. انت هموت من الضحك. بجد بتضحكك الرومانسيه. حبيبي الغالي. من بعد الاشواق. هو انت دي فكرتك عن الرومانسيه؟ يعني الرومانسيه بالنسبه لك حبيبي الغالي من بعد الاشواق وكده؟ لا، في حاجات كتير جدا بشوفها بتضحكني اكتر. زي ايه بقى؟ يعني زي مثلا لحظات السلو موشن لما اتنين وحشين بعض، اللي هو احضان المطارات والحاجات دي. بجد ببقى يعني. هو انت لما بترجع من السفر وتقابل واحده يعني انت مرتبط بيها او بتحبها، بتبقى حاسس بايه؟ بحبها؟ لا، هو المصطلح. لا، سوري. هو يعني اما بتقابل واحده مرتبط بيها. خلينا نتكلم عملي. رومانسيه. سكه. سكه وهدف بنوصل له وخلصنا بعدها على طول. يعني اشوف هي عايزه ايه؟ عايزه ايه مثلا؟ عايزه حضن مثلا وحبيبتي وحشتيني وبتاع وخلاص ماشي اوكي زي الفل. تقول لي ماشي حالك.